يعني كان هناك تناول إعلامي تقليدي وغير تقليدي وأيضا السوشيال ميديا، إلى أي مدى كان هناك تأثير للسوشيال ميديا وأيضا ما هو تأثير الإعلام التقليدي على الناخب المصري؟ الإعلام التقليدي إعلام مؤسسي، إعلام منظم، إعلام له ضوابط، وأتصور أن هذه الضوابط مكنته من أن يقوم بدوره خير قيام، وأن يقف على مسافة واحدة، وأن يلتزم بالقواعد والضوابط والقانون، أن ينصاع للقواعد القانونية والدستورية. ولكن فيما يتعلق بالإعلام غير التقليدي سوشيال ميديا، يعني هذه يعني هي منفلتة، هي طبيعتها منفلتة، ويعني كل يغني على ليلاه، وكل يعني يكتب ما يعن له، هو ليس يعني رئيس تحرير، ليس مذيع ومعه فريق عمل يعني منضبط وينصاع ويرضخ لسياسة برامجية أو سياسة تحريرية معينة، لا، القابع على الموبايل يستطيع أن يكتب وما يشاء. ولكن أتصور يعني من متابعتي لهذه الانطباعات وتلك البوستات أو التويتات، أتصور الآتي، أتصور أنها فيها قدر من التعالي، ذلك القدر من التعالي والكبرياء، إن كنت مثقفا أو إن كنت نخبويا هذا لا يعطيك الحق في التعالي وأن تعطي دروسا للمواطن، لأن المواطن حتى وإن كان يعني الأميات كثيرة، أمية أبجدية، أمية إلكترونية، أمية ثقافية، أمية سياسية، أميات كثير، ولكن أتصور أن الشخص الذي يعني تتوقع منه أنه يعني محدود الثقافة، لكنه في الواقع وإن كان أميا لكن له ثقافة وله ميراث وله تجارب، فلا تستطيع أن تتعالى عليه وتعلمه ماذا يختار وكيف يختار، هو كل يعني حر في اختياراته، وهذا هو نهج الديمقراطية، وهذا فكرة أن النخبة أو المثقف يعني يتعالى ويشكك في الاختيارات، إذن أنت لست ديمقراطيا، لأنه مهما كنت يعني من درجاتك العلمية وخبراتك الثقافية لك صوت واحد، والشخص العادي رجل الشارع له صوت واحد، هي أصوات متساوية أمام الدستور وأمام القانون وأمام هذه الاستحقاقات، وكل حر في اختياراته. إذا كنت تريد أن يختار كما يعن لك، كما يروق لك ويحلو لك، فأنت شخص متناقض مع نفسك، وأنت غير ديمقراطي، أو أنت تريد يعني ديمقراطيات تفصيلية على المزاج وعلى الهوى، ويعني ديمقراطيات معلبة، ديمقراطيات مجهزة، ديمقراطيات التيك واي التي يعني تلبي احتياجات ورغبات الجالسين على السوشيال ميديا.